الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالذكر بين السجدتين يعني لما نسجد ثم نجلس ماذا نذكر في الجلسة الجلسة بين السجدتين لأن نرى كثير من المصلين يعني يسجد ثم يقوم سريعا ثم يسجد وكأنه لا يذكر أو يذكر ذكرا غير وارد مثل رب اغفر لي ولوالدي فنقول وبالله المستعان أن الذكر بين السجدتين في الجلسة وهي تسمى جلسة الاستراحة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فيكرر المصلي رب اغفر لي وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يعني مش مثل ما بنشوف احنا بسرعوا الناس كان يطيل في الجلسة لأنها دعاء وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني هذا من الأذكار فالإنسان يجب عليه أن يكون المصلي يجب عليه أن يكون يحافظ على هذا الذكر العظيم في الجلسة ولا يستعجل هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله